بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم في مادة مشكلات ضريبية معاصرة الفرقة الثانية دبلوم ضرائب تجارة عين شمس عن موضوع من الموضوعات الجديدة الحيوية اللي فيها شق ضريبي خاص بفكرة التعارض الضريبي وكيفية السيطرة، ودي طبعا احد المشكلات الضريبية الموجودة عندنا من سنين كتير وبنحاول نعمل عليها كنترول. اتفاقية الابلاغ المشترك، نجيب التاريخ بتاع تطور الفكرة، يعني ان في عام 2010 ظهر اول تشريع داخل الولايات المتحدة الامريكية يسمى قانون الامتثال للضريبة على الحسابات الخارجية الامريكية اسمه فاتيكا، وده بيهدف لتتبع الحسابات المصرفية والاستثمارات غير الأمريكية التي تعود ملكيتها لأشخاص أو شركات أمريكية خارج حدود أمريكا، وذلك من أجل التأكد من سدادها للضرائب الواجبة عليه. طبعا في عام 2014 شهد بقى إصدار معيار التبادل التلقائي للمعلومات المالية الذي تم وضعه من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتكليف من مجموعة الـ20، بيمثل الإجماع الدولي ده حول التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية لأغراض الضريبة، ويمكن الدول الملتزمة بتطبيق المعيار اللي هو معيار التبادل التلقائي للمعلومات المالية من تحديد مواطنيها وشركاتها خارج حدودها، بما يمكنها من تحصيل الضرائب الواجبة عليها. وأيضا في مايو 2016 أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن هناك 101 دولة وقعت على الالتزام بمعيار تبادل المعلومات المالية تلقائيا لمواجهة فكرة التهرب الضريبي. وتوقعت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها بدء تبادل هذه المعلومات في سبتمبر 2018. طبعا جدير بالذكر ان 55 دولة اعلنت التطبيق المبكر لهذا المعيار بنهاية عام 2017، بينما اعلنت 46 دولة التطبيق فعلي في عام 2018، من ضمنها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والامارات وقطر ومملكة البحرين ولبنان، اضافة طبعا الى اكد الامين العام لاتحاد المصارف العربية انه في 29 من اكتوبر عام 2014 تخلت 51 دولة عن السرية المصرفية بتوقيعها على اتفاقية بذلك الشأن تسمى اتفاقية الجهة المختصة متعددة الأطراف، وذلك وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير ان حوالي 100 دولة لم توقع على تلك الاتفاقية لكنها اعلنت عن تأييدها ودعمها للإجراءات اللي نصت عليها هذه الاتفاقية. وجدير بالذكر ان سويسرا وسنغافورة ودول الكاريبي كانت ضمن الدول الموقعة لهذه الاتفاقية، والتي تعتبر من المراكز المالية المهمة وينظر اليها كملاذات ضريبية ومواطن شركات. بموجب هذه الاتفاقية يجب على المصارف والمؤسسات المالية ان تزود الدوائر الرسمية في بلدانها بالمعلومات التي لديها حول الفوائد والارباح والارصدة والايرادات والتي يتم تحقيقها من بيع الأصول المالية، وذلك عندما يكون المستفيد من ذلك مقيما خارج دولته. كما أن الاتفاقية نظمت أصول وقواعد تبادل المعلومات وحقوق وواجبات كل طرف، ولكن هذه القواعد الجديدة التي تضمنتها الاتفاقية طبعا بتسري على الحسابات المصرفية اللي بيتم فتحها بدءا من عام 2016، وخلال طبعا سنة 2017 يمكن لهذه الدول تبادل المعلومات فيما بينها. طبعا من المفترض والمتوقع ان يكون هذا المعيار بمثابة نهاية الملاذ الضريبي او الجنة الضرائبية كما يقال، وهي منطقة تفرض بعض الضرائب او لا تفرض اي ضرائب على الاطلاق، او هي دول تتمتع انظمتها المصرفية بقوانين صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب وتساعدهم طبعا على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية. وقد ظلت هذه الملاذات لوقت طويل من الزمن ملجأ للأموال غير الشرعية، وآخرها ما كشفت عنه ما سمي بفضيحة وثائق بنما، ودي طبعا كانت موجودة من فترة كذا سنة وسمعنا عليه.
بنصف بقى معيار الابلاغ المشترك اللي احنا بنتكلم عليه دوت، هو مقصود بابلاغ معيار تبادل المعلومات يعني. يبذل هذا او يعني او يصف هذا المعيار اجراءات العنايه الواجبه التي يجب اتباعها من قبل المؤسسات الماليه طبعا اللي هي البنوك للتعرف على الحسابات المطلوب الابلاغ عنها، وسوف يتعين ترجمه معيار الابلاغ المشترك لقوانين محليه، في حين ان اتفاق التحويل المختص يمكن تنفيذه ضمن الاطر القانونيه القائمه حاليا، مثل الماده 6 من الاتفاقيه المتعدده الاطراف بشان المساعده الاداريه المتبادله في مسائل ضريبيه، او ما يعادلها من الماده 26 في المعاهدات الضريبيه الثنائيه في يعني في الفتره اللي جايه. قبل ما ندخل في اتفاق ثنائي للتبادل التلقائي للمعلومات مع بلد اخر، من الضروري طبعا نعرف ان البلد المتلقي للمعلومات الاطار القانوني لها والقدرات الاداريه والعمليات قيد التنفيذ، وكل ده او بسببه لضمان سريه المعلومات الوارده. طبعا الغرض من معيار الابلاغ المشترك هو استخدامه من قبل الدول الراغبه في التبادل التلقائي للمعلومات اللي هي مرتبطه طبعا بالحسابات الماليه داخل البنوك، والهدف منه هو تجنب انتشار معايير مختلفه والتي من شانها ان تزيد تكاليف كل من الحكومات والمؤسسات الماليه. طبعا بموجب معيار الابلاغ المشترك ده بتحصل الدوله على المعلومات الماليه من المؤسسات الماليه لديها طبعا، وتقوم بتبادل هذه المعلومات تلقائيا مع دول اخرى على اساس سنوي، ويتكون المعيار من عنصرين. الأول هو معيار الإبلاغ المشترك والذي يحتوي على قواعد الإبلاغ وإجراءات العناية الواجبة، والثاني هو نموذج اتفاق التحويل المختص والذي يحتوي على قواعد مفصلة بشأن التبادل. وأكد يعني أن معايير الإبلاغ الموحدة دي CRS لتبادل المعلومات الضريبية التلقائي تهدف إلى تمكين الدول الأعضاء الى قدرة اكبر او قوة اكبر لمواجهة التهرب الضريبي، مؤكدا طبعا ان التهرب من دفع الضرائب يتسبب في الحد من قدرة البلدان على زيادة الايرادات الخاصة بها او مواردها، وعدم القدرة على تنفيذ السياسات الاقتصادية في وقت توجد فيه قيود وصعوبات في الموازنة، كما ان طبعا مكافحة التهرب الضريبي يضمن بشكل اكبر العدالة الضريبية وتحسين الشفافية الضريبية في جميع أنحاء العالم. ما هو بقى معيار الإبلاغ المشترك CRS؟ معيار الإبلاغ المشترك CRS هو معيار يتعلق بالتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية والمالية على مستوى عالمي، وقامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بوضعه في عام 2014، وبيتمثل الغرض من هذا المعيار في مكافحة التهرب الضريبي، وهناك أكثر من 100 دولة وقعت على الاتفاقية الخاصة بتنفيذه، وتعتزم المزيد من الدول التوقيع عليه في وقت. الهدف بقى من معيار الإبلاغ المشترك، ما هو الهدف؟ الهدف تبادل المعلومات للأغراض الضريبية. طبقا بقى للاتفاقية دي يتوجب على المؤسسات المالية اللي هي البنوك تزويد الجهات الحكومية في بلدانها بمعلومات حول الأرباح والأرصدة والإيرادات الناتجة عن بيع أصول في حال كان المستفيدون مقيمون خارج موطنهم، وذلك طبقا لمعيار الإبلاغ المشترك الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي. نتعرف بقى ما هو نظام التبادل المشترك. نظام التبادل المشترك CTS هو نظام مركزي تتم إدارته من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويكون هذا النظام مسؤول عن تبادل تقارير معيار الإبلاغ المشترك بين الدول المعنية. ايه تعريف، ما هو تعريف المؤسسات المالية اللي هي financial instrument؟ هي اي مؤسسة مالية تكون مقيمة في الدولة، ولكن لا يشمل ذلك طبعا اي فرع لمؤسسة مالية يقع مقرها خارج الدولة، او اي فرع لمؤسسة مالية ليست مقيمة في الدولة في حال كان ذلك الفرع مقيما في الدولة. بناء عليه يمكن ان تشتمل المؤسسة المالية على 4 انواع على النحو التالي: مؤسسة حفظ، ودي بتشمل بصفة عامة بنوك ووسطاء الحفظ وجهات الإيداع للأوراق المالية، كيان استثماري، وده بيشمل بصفة عامة الكيانات التي تقوم بالاستثمار أو إعادة الاستثمار أو التداول في الأدوات المالية أو إدارة المحافظ أو الاستثمار أو تسيير الشؤون الإدارية أو إدارة الأصول المالية.
النوع الرابع، اسف، النوع الثالث هو مؤسسة ايداع، ودي بتشمل بصفة عامة بنوك الادخار والبنوك التجارية ومؤسسات الادخار والقروض والاتحادات الائتمانية. النوع الرابع والأخير هي شركة تأمين محددة، ودي بتشمل بصفة عامة معظم شركات التأمينات. بيخطر يعني على بالنا التساؤل، هل الجهات الحكومية تعتبر مؤسسة مالية؟ طبعا لا، لما مقدرش اعتبرها مؤسسة مالية، حيث تعتبر مالك مستفيد مع فيه بخلاف الصناديق. يبقى الجهات الحكومية وضع مختلف. كيف يمكن بقى للمؤسسة المالية الاستعداد للإبلاغ بشأن متطلبات معيار الإبلاغ المشترك سنويا؟ إيه اللي بتعمله؟ هنشوف. يجب على هذه المؤسسة المالية تنفيذ إجراءات العناية الواجبة لتحديد الأشخاص الواجب الإبلاغ عنهم الموجودين في نظامها. النقطة اللي بعديها الحصول على نموذج إعرف عميلك، والذي يجب تعديله بحيث يتضمن كافة العلامات المميزة للأشخاص الواجب الإبلاغ عنهم، بنسميهم بقى العملاء اللي في البلاك ليست اللي موجودين في البنوك، من جميع العملاء مع المستندات الثبوتية ذات الأصل ذات الصلة. أيضا من متطلبات المعيار ده في البنوك طلب الإقرار الذاتي من كل صاحب حساب سواء كان فردا أو كيانا لإثبات وضع صاحب. نشوف بقى ما هي أنواع المعلومات التي سيتم تبادلها. يجب تبادل الأنواع التالية من المعلومات كجزء من معيار الإبلاغ المشترك بخصوص كافة الحسابات الواجب الإبلاغ عنها: الاسم، العنوان، رقم التعريف الضريبي، وتاريخ ومكان الميلاد طبعا في حالة الفرد، ورقم الحساب الموجود في المؤسسة المالية، يعني اسم ورقم وهوية المؤسسة المالية، اسم البنك طبعا. وعلى حسب نوع الحساب يجب الإبلاغ عن المعلومات المالية الأخرى. كافة الحسابات بنبلغ فيها على الرصيد أو القيمة المقيدة في الحساب في نهاية كل سنة مالية ميلادية ذات صلة. وإذا تم إغلاق هذا الحساب خلال السنة يجب طبعا الإبلاغ عن إغلاق هذا الحساب. النوع الثاني حسابات الحفظ، ودي فيها الرصيد أو القيمة المقيدة في الحساب كما في نهاية السنة الميلادية ذات الصلة، أو إذا تم إغلاق الحساب خلال السنة طبعا برضو يجب الإبلاغ عن إغلاق الحساب. في حسابات الحفظ بيبقى واضح إجمالي مبالغ الفايدة وتوزيعات الأرباح والدخل الآخر الناتج فيما يتعلق بالأصول المحتفظ بها في الحساب. وبيروت برضو بيبقى واضح عندنا إجمالي المبالغ المحصلة من بيع أو استرداد أي أصول مالية تدفع أو تضاف إلى حساب خلال السنة. الحسابات اللي بعد كده اسمها حسابات الإيداع، وبيتضح فيها المعلومات الموجودة منها الرصيد أو القيمة المقيدة في الحساب كما في نهاية السنة الميلادية ذات الصلة، أو إذا تم إغلاق الحساب خلال السنة برضو ويجب الإبلاغ عن إغلاقه. وبيظهر هنا إجمالي مبالغ الفايدة الذي يدفع أو يضاف إلى الحساب خلال السنة. في حسابات أخرى بقى بيبقى لازم نتوضح فيها إجمالي المبلغ الذي يدفع أو يضاف إلى صاحب الحساب خلال السنة المالية، واللي بتكون المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ طرف ملتزم أو مدين فيما يتعلق به، يعني بما يتعلق في بما في ذلك يعني مجمل مبلغ أي دفعات استرداد تصرف إلى صاحب الحساب خلال السنة. كيف سيتم ضمان سرية المعلومات التي يتم تبادلها وأمن عمليات تبادل المعلومات؟ طبعا سوف يتم تبادل البيانات وفقا للأحكام القانونية المعمول بها فيما يتعلق بسرية وحماية البيانات الشخصية. إن تبادل البيانات بين المؤسسات المالية والإدارة لأغراض التبادل التلقائي سوف يتحقق من خلال توفير اتصالات آمنة من نقطة إلى نقطة. سوف يتم إجراء تبادل البيانات بين الإدارة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عبر منصة آمنة مركزية لدى المنظمة، وهي نظام التبادل المشترك CTS.